السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرين سامعين كرام وميد هبس خير شهم بي الله طلعكم من يحفظ من الكابك يحفظ فرماي. ناظرين سامعين كرام آج من شبط على اس فيديو میں یہ بہترین قرآنی دعا ہے ظالم کے زور سے بچنے کے لیے، ظلم سے نجات پانے کے لیے، اور ہر قسم کے ظلم سے حفاظت کے لیے، دشمن سے حفاظت کے لیے. انشاءاللہ تعالی اس دعا کو ورڈ بائی ورڈ سیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اخرجنا ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم من هذه القرية الظالم أهلها أهلها ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا من لدنك نصيرا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا.